السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم هذا الساندويتش كيف ما كتشوفوا اللي غادي يجيبني بزاف وسهل التحضير وبمكونات متوفره. اول حاجه كنبداو بها هي تحضير ديال لاصوص اللي كنحتاجو فيها طون، مايونيز، معدنوس وشويه ديال الهريسه. هذه بالنسبه للاولى. لاصوص الثانيه غادي نحتاجو فيها نفس المكونات، ولكن غادي نبدلو طون بخيزو محكوك وشويه ديال الخل. وهذه هي لاصوص اللي غنخدم بها اليوم. بالنسبه للخضرة كيف ما كتشوفوا عندنا الخس، خزو محكوك، شويه ديال مطيشه، شويه ديال البصله مشلضه، وشويه ديال الزيتون مقطع. وتقدروا تزيدوا اي حاجه كتفضلوا، تقدروا ديروا بطاطا مسلوقه، الرز مسلوق، اللي بغيتوا. انا درت شويه ديال الفريت، شويه ديال الطون. وهنايا كيف ما كتشوفوا انا نوعت في الخبز، درت خبيزات هكا منوعين. وكيف ما كتشوفوا هنا عندنا كل شيء واجد، يعني كنوجدوا الميزون بلاص ديالنا كلها قبل باش كتجينا الخدمه سهله. فكناخذوا الباكيت، تقدروا تاخذوا ديال الدار. انا خديت هذا من مرجان، كيكون فيها كالزرارع وكومبلي. هذا زرارع وكاينين لي كومبلي، كيجيو زوينين بزاف، كيجيو صحيين. المهم واللي كيعجبني في هذا الخبز هذا ديال مرجان هو انه ما كيفزقش دغيا، ماشي بحال الباكيت ديال الحانوت دغيا كيلوى لغد ليه، كيولي ما يصلحش يبات ولا يقيل النهار كامل، سورتو اللي غيديه معاه الخدمه. انا كنفضل هذا لحقاش كيبقى شاد راسو شي شويه. فكما كتشوفوا كندهنوا لي ساندويتش ديالنا بلاصوص اللي درنا ديال مايونيز وخيزو. انا اختاريت هنا ندير مايونيز وخيزو، من بعد عاوتاني كنوعوا كيف ما بغيتوا. كنديروا الخضره، الخس، المطيشه، البصله، خيزو محكوك، كنديروا كل شيء. وفي الاخر كنضيفوا الفريت، وعاوتاني كنزيدوا من الفوق سميتو لاصوص او الخس باش كيجي المنظر ديالو زوين. وانتم كيبقى حسب الذوق ديالكم، تقدروا تزيدوا الكورنيشو، تقدروا تزيدوا هكا يا خزو مثلا مسلوق، يعني على حسب واحد شنو كيبغي. انا درت لكم الوصفه الاصليه وكيبقى الاختيار ليكم نتوما، شنو الحاجه اللي كتفضلوا، شنو اللي ما كتفضلوش. تقدروا تستغنوا على البصله بالنسبه اللي ما كيبغيش الريحه، المهم كيبقى الذوق ديالكم. فهنا كنستمر في التعمار ديال لي ساندويتش كاملين حتى كنحصل على الشكل كيف ما كتشوفوا هكا، كيعمر الساندويتش كيجي مقاد. وكنقدموه طبعا، تقدروا تشربوه مع عصير، تقدروا تاكلوه غير هكاك، راه كيجي بنين بزاف وساهل. وسورتو دابا كيف ما كتعرفوا راه جاي الصيف، وكنبغيو هكا الوصفات السهله والبسيطه اللي غادي ناخذوها معنا، مثلا سواء كنا نمشيو نتبحروا ولا غادي نمشيو ندوزو النهار في شي بلاصه وما بغيناش نشريو الماكله ديال الزنقه. يعني كتبقى مره مره الواحد كيبغي ياكل حاجه ديال الدار اقتصاديه وسهله التحضير. وهكا كنستمر كيف ما كتشوفوا، نخليكم مع لا فيديو. كنتمنى ان شاء الله يعني دعموني بلايك، باشتراك في القناه الا كنتو ما اشتركتوش من قبل. وخليو ليا في التعليقات ديالكم شنو هما الوصفات اللي تبغيوني ندير في المستقبل. وبغيت التشجيع ديالكم بزاف، حيتاش فريمون التشجيع ديالكم مهم بزاف، وبيه باش كنزيدو نتحفزو باش اننا نحطو فيديوهات اكثر ونحطو محتوى اكثر. والتعليقات ديالكم راها مهمه، كنتمنى تخليو ليا يعني تشجيعكم وحتى اقتراحاتكم وانتقاداتكم وكل شيء تحت في التعليقات. هادشي كيزيد يدفعنا لقدام باش نزيدو ان شاء الله نحطو محتويات احسن ونحسنو ان شاء الله المستوى ديال القناه. فكنشكركم بزاف على المشاهده ديالكم، ونخليكم مع الصور ديال لي ساندويتش الاخرين اللي درت. هنا كيف ما شفتوا انا عمرت مختلف ساندويتشات، هادو عمرتهم بلاصوص ديال الطون. هنا كنديروا لاصوص ديال الطون حيتاش فيها واحد المذاق بنين حتى هي، كتجي زوينه وكتجي مختلفه، يعني ماشي بحال لاصوص الاخرى اللي درت فيها غير خيزو، هذه درت فيها الطون، كتجي بنينه، كتجي مختلفه. وتقدروا ديروا اي يعني حاجه بغيتوا، تقدروا تبدلوا الطون بالدجاج او لا بالكفته او لا باي حاجه اخرى، فكيبقى حسب الذوق ديالكم. وبالنسبه للتعمار هذه ملاحظه مهمه، ضروري تحيدوا العماره مزيان ديال الباكيت، سورتو الا كان الباكيت فيه البابا تحيدوه مزيان باش يخلي لكم اتساع فين تعمروا الخضره وفين تعمروا يعني داكشي كامل. من الاحسن يعني هكا غادي يبقى لكم ساندويتش عامر ومزيان وما فيهش قوه البابا. ايوا شكرا لكم بزاف على المشاهده، كنتمنى الفيديو يكون الاعجاب ديالكم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع محتوى جديد ولا يعني فكره جديده.
خليوا لي تعليقاتكم لتحت، كنقولها وكنعاود باش ان شاء الله نتحفز نحط الجديد، وحتى الاقتراحات ديالكم يعني راها مهمة بزاف. وشكرا مرة أخرى، نشوفكم في فيديو جديد مع وصفة جديدة وحية الجديدة إن شاء الله.